اختتمت فعاليات مؤتمر نظام التعليم المصري ستام تحت عنوان الواقع والطموحات المنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. تضمنت التوصيات التي أسفرت عن الفعاليات اعتبار التوسع والاستدامة في دعم مدارس ستام مشروعا قوميا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يتم تبنيه بمشاركة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ورجال الصناعة والمجتمع المدني لتعزيز الاستثمار البشري في الجمهورية الجديدة. وتضمنت التوصيات كذلك التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في منح مدارس ستام خاصة والمدارس الثانوية عامة الفرصة المناسبة للتعرف على البرامج الأكاديمية والتخصصات داخل الجامعات.